توني كريز ذا جروث. طبعا طلاب احنا قلنا انه هوني السلايدات المطلوبة منكم هو سلايد البيتوتري جلاند 149، سلايد الثايرويد رقم 151، سلايد الباراثايرويد جلاند 154، وسلايد الادرينال جلاند 155. شوفوا طلاب هذا اول سلايد اللي على اليسار وبالكورنر اليسار الاب، تشوفون صوره البيتوتري جلاند. اذا كبرناها طلاب شوفوا البيتوتري جلاند من ايش تتكون. هوني راح تقشعون اللي واضح عندكم البارس ديستاليس اللي هو الانتيريال لوب، والبارس انترميديت طلاب اللي هو الانترميديت لوب، والبارس نيرفوزا هو عباره عن البوستيريال لوب. فاذا جبتوكم طلاب فات بوينتد سهم مؤشر على البارس انتيريور او البارس ديستاليس راح تقولون انه هذا الانتيريور لوب. وطبعا عن طريق هذا السلايد اللي موجود بالاعلى راح تعرفون انه انت بداخل البيتوتري جلاند. شوفوا طلاب اذا فتنا على الانتيريور لوب، هذا هو الانتيريور لوب اللي هو البارس ديستاليس. جينا كبغنانو راح نشوف انه الخلايا البينو تبوا، هاي الخلايا كلش مطلوبه. اكتب الخلايا اللي تبين واضحة هوني، شوفوا المؤشر كخليتوكم مؤشر ازرق على الساينوسويد الكابيلاري، هاي مطلوبة تعرفوها. قلنا انه الاندوكراين جلاند ومن ضمن البيتوتري جلاند تتميز بانه هي highly rich supply by blood، وهذا مهم لانه هي metabolically active gland، مهم لانه ايضا تنقل السكريشن الى الاذر سايد اوف ذا بودي. فاذا جاكم طلاب هذا المؤشر الاصفر شوفوا ايش قد تقشعوا بالمؤشر الاصفر، تشعون خلايا النيوكليوس زرقاء والسيتوبلازم احمر، فهاي هي كروموفيل اسيدوفيل سيل. اذا جبتوك من يوم ريد ذا هرمونز which is secreted from the acidophil cell راح تقولون انه الاسيدوفيل تفرز لنا الجروث هرمون والبرولاكتين. كل الخلايا طلاب قدامكم اللي قد تشعون النيوكليوس زرقاء والسيتوبلازم احمر اللي مؤشر عليها بالسهم الاصفر هذه عباره عن اسيدوفيل سيل طلاب. وطبعا هذه الحمراء كلها هي سينوسويد الكابيلاري واضحه عندكم بالسلايد. شوفوا طلاب هذا هوني المؤشر الاصفر على البيزوفيليك سيل، شوفوا هوني الخلايا ايش تشوفون النيوكليوس زرقاء بس السيتوبلازم بينو جرانيولز همين بلوش ان كلر. هذه الخلايا اللي بيزوفيل كروموفيل سيل تفرز لنا ادرينو كورتيكوتروفيك هرمون وثايرويد ستيمليتنج هرمون، ممكن اقلكم من يوم ريد ذا هرمونز مثل هذا الامتحان اللي راح تمتحنونه، ممكن انه يجيكم بالاندوكراين انه اشني هذه السيل تقولون كروموفيل بيزوفيل سيل، واشني هي الهرمونز اللي تطلع من البيزوفيل سيل راح تقولون هي الادرينو كورتيكوتروفيك هرمون ثايرويد ستيمليتنج هرمون وايضا فوليكولار ستيمليتنج هرمون بالاضافه الى اللوتينايزنج هرمون. شوفوا طلاب هسه صارت كم معلوم، هذه اللي بالسهم الازرق هي الساينوسويد الكابيلاري، وهذه اللي هي الاسيدوفيسيال واضحه على المؤشر الاصفر. السيتوبلازم شوفوا مالتها طلاب كلها قدامكم هي اسيدوفيسيال، اما هاي الخلايا اللي تقشعوها فهي بيزوفيسيال لان النيوكلياس تكون زرقاء والسيتوبلازم تكون مالتها ايضا ازرق، فهذه بيزوفيسيال. شوفوا طلاب هذا بالمؤشر الجوى، المؤشر الاصفر على الصوره الجوى اللي هي الكروموفوب، كل الخلايا اللي تشوف النيوكليوس تكون زرقاء والسيتوبلازم باللون هذه عباره عن كروموفوب سيل. واضحه طلاب؟ هذه عباره عن كروموفوب سيل. اذا طلاب مختصر مفيد بالصوره الفوق اللي على اليسار اذا شفت بالسيتوبلازم احمر فهي اسيدوفيل سيل، وعلى اليمين اذا شفت بالسيتوبلازم ازرق فهي بيزوفيل سيل. وإذا شتم خلايا النيوكليوس واضحة والسيتوبلازم ما بينه صبغة فهي عبارة عن الكروموفوب سيل. واضحة طلاب؟ قد سمعوني؟ زين طلاب رجاء سدوا الميكروفون عندكم حتى ترشعون تسمعون صوتي. شوفوا طلاب هسه هذه البيتوتري جلاند الجزء السفلي هو الانتيريال لوب، والجزء الوسطي مكتوب عليه انه بارس انترميديت هو الانترميديت لوب، والجزء الفوقاني اللي هو بيل ان كلر هو عباره عن البوستيريال لوب. اذا الطلاب اذا جبتوا لكم مؤشر تدحكون فوق على جهه اليسار على فوق راح تعرفون انه هاي بيتوتري، انت بالبيتوتري جلاند.
تجون تضحكون على الصورة المكبرة راح تشوفون الجزء السفلي منه هو الانتيريور لوب، الجزء الانترميديت هو الانترميديت لوب اللي يفرز لنا ميلانوسايت ستيميليتي هرمون، والجزء العلوي اللي هو يكون لنا بيل ان كلر هو عبارة عن النيورال بورشن من البيتيوتري جلاند. هسه طلاب اذا جيتكم هذا انضحك على السلايد اللي هو عبارة عن اليسار لفوق، هذا سلايد البيتيوتري، افوت على السلايد اللي مطلوب مني بالامتحان، اذا اشرتوا الطلاب على هاي الفوليكل راح تقولون هاي البارس انترميديت، هاي الانترميديت لوب. اذا اشرتوكم على الجزء السفلي فهو الانتيريور لوب، واذا اشرتوكم على الجزء العلوي فهو عباره عن البوستيريور لوب. البارس انترميديت طلاب هو عباره عن بروتين فيلد سيست، وتكون انك كيوبويدال ابيثيليوم، وتفرز لنا الميلانوسايت ستيميليتي هرمون، وهي عباره عن الرومينت من الراثكاس باوج اللي يسمينه بالراثكاس ليست. اذا انتبهوا طلاب، الجزء العلوي بوستيريور لوب، الفوليكل هاي قدامكم هي الانترميديت لوب، وعندنا الجزء السفلي هو عبارة عن الانتيريور لوب. لا تنسوا الطلاب على طول ادحق على الجزء العلوي من الصفحة ومن الصورة حتى اغشع انا وين. هوني كلش واضحة البيتيوتري جلاند موجودين فوق، وتشوفون مثلا باي الصورة اللي قدامكم هي عبارة عن البوستيريور لوب، انترميديت لوب، اند البوستيريور اللي فوق الانترميديت بالوسط، وتجول بينه الوان طلاب هو عباره عن الانتيريور. ليش طلاب الانتيريور بينه الوان؟ لانه مثل ما قلت لكم هذا المؤشر السهم الاصفى على خلايا بها اسيدوفيل اصفى هي عباره عن اسيدوفيل، بينما هوني طلاب هذا السهم الاصفى على الخلايا الزرقاء هي البيزوفيل سيل، وعندنا الكروموفوب هي خلايا ما يتلون بها السايتوبلازم فهي عباره عن كروموفوب سيل. شوف طلاب هاي ايضا جزء من الوايت ان كلر بيل، هو عباره عن البوستيريور اوف من الهايبوثالاموس، ويفوت لنا على البوستيريور لوب ونسمينه هايبوثالامو هايبوفيزيال تراكت. هوني طلاب تشوفون بالصوره الجوا اكو هذا السهم الاسود مؤشر على الهيرينج ديز اللي هي فيها نيورو سكريشن، واللي هي مثل ما حكيت لكم عليها الانتي دايوريتيك هرمون والاوكسيتوسين اللي تتكون داخل السوبرا اوبتيك اند باراventricular نيوكليوس اوف ذا هايبوثالاموس، وتنخزن داخل البوستيريور لوب. شوفوا طلاب هذا عندنا اللي قد تغشعونه واضح، هذا السلايد لا تنسونه الثايرويد جلاند. الثايرويد جلاند اهم شيء بيها عبارة عن structure يسمينه thyroid follicle، والthyroid follicle هو functional unit of the thyroid gland. راح استتكبلكم هو على الهاي باور وتشوفونه. شوفوا الطلاب هذا السلايد اللي تشعون هاي الفوليكل اللي بيها colloid substance اللي هي عبارة عن homogeneous proteinaceous acidophilic substance، هي عبارة عن الكولويد اللي يخزن بداخلها T3 وT4، فهذه عبارة عن الثايرويد جلاند لوكيتد بالانتيريور بارت اوف ذا نيك ان فرونت اوف ذا تريكيا، بتكون مغلفه محاطه بكبسول، ومن الكبسول الترابيكلي تقسم هالجلاند اللي هي الغده الدرقيه الى مالتيبل لوبس. اهم شيء الفانكشنال يونت مال الثايرويد جلاند هي هاي طلاب اللي قد تشعوها عندكم اللي هي عباره عن فوليكل وبيها ماده هاي الحمراء، فهذه هي الثايرويد فوليكل. واضحه طلاب؟ طبعا هوني طلاب الثايرويد فوليكل اذا جينا كبغناها تكون عباره عن سفيريكال فوليكل، وتكون السايز مالتها يختلف، ويحتوينا على فد ماده داخل الكولويد اللي هي ثايروغلوبيلين. الشرط طلاب يتكون الثايروغلوبيلين يتحد الايودايد اللي يتحول الى الايودين بفعل البيروكسيديز انزيم، يتحد مع الثايروغلوبيلين اللي تتكون من الامينو اسيد تايروسين مع مانوز مع جلاكتوز يكونون ثايروغلوبين. الثايروغلوبين يتحد مع الايودين ويكونون فد ستراكشر فد هرمون السمين تي 3 تي 4 اللي يخزن طلاب داخل الكولويد اوف ذا ثايرويد جلاند. فاذا شعنا سلايد بينه طلاب ثايرويد فوليكل كل التهالق تشعوا قدامكم السفيريكال ستراكشر، واللي تكون لنا لاين. شوفوا طلاب هذا السهم الاخضر خلينا له على الابيثيليوم اللي لاين ذا ثايرويد فوليكل، هذا الابيثيليوم يختلف من الكولومنر الى سكويموس
او كيوبويدل، وهذا يختلف حسب الفانكشنال اكتيفيتي مال الثايرويد جلاند. يعني طلاب، اذا ثايرويد جلاند كانت اكتف فكميه الكولويد بيها راح يطلع ويصب الى البلاد، فهذا معناته انه الكولويد يقل بداخل الفوليكل فالابيتيليا بيصير كولومنر. بينما اذا كانت الجلاند ان اكتف هذا معناته انه السكريشن راح يتجمع داخل الكولويد داخل الفوليكل، وهون راح يدوس على البيزمنت ميمبرين والابيتيليا يصير سكويموس او كيوبويدل. اذا الابيثيليوم يكون اما كيوبويدال او كولومنر اعتمادا على ايش؟ على الفانكشنال ستيت اوف ذا ثايرويد جلاند. هذه طلاب السهم الاخضر يوضح لكم زين طلاب الثايرويد فوليكولار سيل اللي تختلف الابيثيليوم مالتها اما كولومنر او كيوبويدال. هذه طلاب ايضا ثايرويد فوليكولار سيل، هون شوفوا طلاب، احنا قلنا انه ثايرويد جلاند بها نوعين من الخلايا، الثايرويد فوليكولار سيل اللي كونها T3 وT4، وعندنا ايضا هاي الخلايا المؤشر عليها بالسهم الاسود هاي بارا فوليكولار سيل، تكون انها لارجر طلاب. البارا فوليكولار سيل تكون انها بالسهم الاسود هذا قد تغشعوها مؤشر بينات الفوليكل، بينات الفوليكل طلاب بارا فوليكولار سيل، وتكون انها لارجر سيل than the follicular cell، وتكون إنه among the follicular cell أو عبارة عن clusters between the follicle، وهذه تكون إنه كشفي light staining cell تفرز لنا الكالسيتونين. إذا طلاب الثايرويد follicular cell تفرز لنا T3 T4، بينما البارا follicular cell اللي أيضا موجود بالبارا بالعفو بالثايرويد جلاند تفرز لنا الكالسيتونين، الشعب الكالسيتونين ينزل مستوى الكالسيوم بالبلد، فهو يسحب الكالسيوم بالبلد ويرجعه على البون. فاذا السكريشن مال الكالسيتونين مو مثل الثايرويد هرمون T3 وT4. T3 وT4 يعتمدون طلاب على الاستيميليشن من الهايبوثالاموس والبيتيوتري، اما بالنسبه للكالسيتونين فافرازه يعتمد على مستوى الكالسيوم بالبلد، اذا يزيد راح ينفرز الكالسيتونين حتى يقلل مستوانه بالبلد، اما اذا كان قليل فراح يصير سبريشن للكالسيتونين. اكو ايضا عندنا طلاب جلاند مهمه نسميها باراثايرويد جلاند. الباراثايرويد جلاند هي عباره عن اوفال ستراكشر لوكيتد بالبوستيريور بوردر او ريليتد تو ذا ثايرويد جلاند، ولهذا طلاب مرات السيرجن من يشيل الثايرويد جلاند يشيل معاه الباراثايرويد. الباراثايرويد مهم حتى يبقي مستوى الكالسيوم بالبلد، فيجي الشخص سبازم بالهان او تديس بس نتيجة قلة الكالسيوم سكريشن. طبعا الباراثايرويد جلاند ايضا محاطة بكبسول، هذا قد تقشعون المؤشر الازرق على الباراثايرويد جلاند، وشوفوا الباراثايرويد جلاند ايضا بالكورنر الفوقانية على الليفت موجودي الباراثايرويد جلاند محاطة بكبسول مؤشر عليه وبالسهم الازرق، وتشوفون انه داخله عبارة عن 3 types of the cell. المين سيل طلاب اللي موجودي بالباراثايرويد جلاند واللي هي majority of the cell تكون عبارة عن small cell dark nucleus، وأيضا يكون السيتوبلازم ماهل قد كشف، هذه الخلية تفرز لنا الباراثورمون اللي هو مهم إنه يبقي مستوى الكالسيوم بالبلد، يرجع الكالسيوم من البون، يعمل ري absorption من الكالسيوم من الكيدني، وأيضا ري absorption of the calcium from the intestine ويرجعه على البلد. طبعا أكثر الشيف سيل أو البرنسبل سيل هي عبارة عن small dark cell، بس مرات chief cell مثل هاي الصورة طلاب هوني ايش تكون؟ تكون انه تكون انه تكون انه chief cell clear cell السيتوبلازم مالته يكون كشف، وتكون انه عبارة عن large cell with the dark nucleus، هذه يسميها chief cell. الصورة الاولى ايضا طلاب للchief cell اللي هي عبارة عن dark cell، بينما ثاني picture هي عبارة عن clear cell، لأنه chief cell أو the principal cell واللي تفرز الباراثورمون باراثايرويد هرمون إما تكون عميقة أو تكون كشفي اعتمادا على كمية الجلايكوجين اللي موجود داخل السيتوبلازم. عند خلية أيضا مهمة طلاب مأشر عليها هون بالسهم الأزرق هي الأوكسيفيس cell. هاي الأوكسيفيس cell طلاب تقشعوها حمراء مو مثل chief cell، الشيف سيل كان الزرقاء، فالسهم الأزرق اللي موجود بأول صورة وثاني صورة هو يوضح لنا الأوكسيفيس سيل اللي تتميز بوجود كمية كبيرة من الميتوكوندريا واللي تعتبر سبورتينج سيل
او الفانكشن مالتها ما معروف انه هي ممكن تكون سبورتنج سيل للتشيف سيل اللي هي المين سيل بالباراثايرويد جلاند واللي هي تفرز لنا طلاب الباراثورمون. اذا عرفنا طلاب انه اكو هرمونات تطلع من الانتيريور لوب اللي هي الجروث هرمون، برولاكتين، ادرينو كورتيكوتروفيك هرمون، ثايرويد ستيميليتنج هرمون، واللوتينازي هرمون، فوليكيولار ستيميليتنج هرمون. عندنا الهرمونات اللي تطلع من البوستيريور لوب هي بس تنخزن بالبوستيريور لوب، بينما تتكون داخل الهايبوثالاموس اللي هو الانتي دايريتيك هرمون وايضا الاوكسيتوسين. عندنا الثايرويد جلاند تفرز لنا هرمونين، الثايرويد فوليكل تفرز لنا التي 3 والتي 4، والبارافوليكيولار سيل تطلع لنا الكالسيتونين. عندنا الباراثايرويد جلاند اللي هي ريليتد تو ذا ثايرويد تقعد خلفه او زين ان ادجسنت تو ات تفرز لنا هرمون مهم من خليه نسميها تشيف سيل او برنسبل سيل. هذه هي الخليه طلاب اللي تشعوها الدارك هي عباره عن تشيف سيل. هون بالصوره الثانيه تشوفون الخليه تكون لنا وايت ان كلر، بينما هاي الخلايا بالسهم الازرق هي عباره عن اوبتيفيل سيل واللي هي تتميز بوجود كميه كبيره من الميتوكوندريا. وتشوفون على طول دحكوا طلاب على الجزء العلوي ياشركم على الباراثايرويد جلاند وبعدين يفوتكم على السؤال. هوني اذا جبتوكم نيم ذا بوينتد ستراكشر او بوينتد سيل راح تقولون هاي الاوكسيفيل سيل اللي هي موجوده بالاضافه الى تشيف سيل داخل الثايرويد جلاند. شوفوا طلاب هذه ايضا باراثايرويد جلاند المميز بها وجود كميه كبيره من الاديبوس تيشو. هذا الطلاب هو الأديبوس تيشو موجود بالباراثايرويد جلاند. إذا شعنا الكورنر العلوي ندحق على الباراثايرويد جلاند شفنا كثير أديبوس تيشو علينا بالسهم الأزرق فهذا معناته الباراثايرويد جلاند. طلاب أكو جلاند مهمة related to the kidney وتكون لنا موجودة بالسوبيريور بورما بس الجلاند. الادرينال جلاند ايضا طلاب تكون محاطه بكبسول، هذا الكبسول ومن الكبسول تنزل ترابيكولي، هذه الترابيكولي تحمل الساينوسويد الكابيلاري. شوفوا طلاب الادرينال جلاند تقسمنا الى زونين، الزون هلقه تشعونه فوق هذا عباره عن الكورتكس، بينما هذا الزون العميق اللي جوا هذا عباره عن الميدولا. فشوفوا طلاب هوني المؤشر عليها الكبسول، قد تقشعون كيدي عليه كبسول، وبعدين نشوف الخلايا هذه اللي هي عبارة عن clusters of the cell نسميها زونة جلوموريولوزا. هاي الخلية تكون 15% من الخلايا الموجودة بالأدرينال كورتكس. هاي الخلايا تفرز المينرالو كورتيكويد وميني الألدوس. طبعا إذا جتكم تأشير على هاي المنطقة فراح تقولون هي الزونة جلوموريولوزا اللي هي الطبقة العلوية من الأدرينال كورتكس. طبعا طلاب هذا التأشير اللي بعده نسميه زونة فاسيكولاتا، هذه عبارة عن كولوم اوف سيل تكون من الخلايا 80% وتكون عبارة عن فيرتيكال كولوم، وهذه الخلايا تفرز لنا الجلوكوكورتيكويد الكورتيزون وتفرز لنا التستوستيرون. هاي اشني هاي زونة فاسيكولاتا. إذا شوفوا طلاب الصورة العلوة بها واضح الكبسول كي كتبتكم عليه كبسول وبينه الزونة جلوموريولوزا. الطبقة الثانية اللي هي الزونة فاسيكولاتا اللي هي أكبر طبقة بها كولوم من السيل وهي عبارة عن الفيرتيكال سيل تفرز لنا الجلوكوكورتيكويد. هذه الصورة الجوة اللي هي بها الزونة رنتيكولارس طلاب مكتوب عليها زونة رنتيكولارس اللي فوقات الميدولا، هذه الخلايا تكون إنها عبارة عن 7% والخلايا عبارة عن أنستوموزي جروز أو أنستوموزي نتورك تفرز هاي الخلايا تستوستيرون والكورتيزون. أهم شيء بالزونة ريتيكولارس بيها ليبوفوكشين بيجمنت. إذا هذه طلاب الخلية أو الشريحة اللي فوق صارت فوق الكل هذه تتوضح بيها الخلايا اللي هي عبارة عن الزونة ريتيكولارس واللي هي تفرز الكورتيزون والجلوكوكورتيكويد. شوف طلاب جينا على الميدولا، هذه الميدولا راح تشعوها بالوسط. وش عرفنا هذه الميدولا؟ شوفوا بها طلاب هذول الفوقانيات الثين وول اللي هي من الميدولا ريفين. فاذا هذه عباره عن الميدولا، والميدولا طلاب تكون بها فت خلايا كلش مهمه نسميها كرومافين سيل. تشوفون هاي الصوره الواضحه بها طلاب
الزرقاء، الخلايا الزرقاء هي عبارة عن كروموفيسيل اللي هي موديفايد بوست جانجليونيك سمباثاتيك نيورون او سيل، وهذه تفرز لنا الكاتيجول امين. احنا نشرحها طلاب، احنا ما اخذناها بعد بالنظري. هاي تفرز لنا الادرينالين والنور ادرينالين، بينما الصورة الجوينية اللي قد تشعر بها جانجليونيك سيل، فهي الجانجليونيك سيل هي عبارة عن جانجليونيك سيل موجودة adjacent to the cell secreting كاتيكول أمين. زين طلاب، إذا طلاب راح أعيد لكم السلايدات على السريع حتى تصير عندكم علم بيها. هذه طلاب أول شيء هي البيتويتري جلاند، بيها البارس انتيريور اللي جوا، بيها البارس انترميديت بالوسط، وبيها البارس نيرفوزا أو بوستيريور لوب اللي تكون لنا لي فوق. هذه طلاب كلش مهم هذا السلايد، مأشر عليه بالأزرق على الساينسويد الكابيلاري والأصفر على الأسيدوفيسيال. وهوني طلاب هذا السهم الآخر مميز بينه، شوفوا هاي الخلايا كلها الزرقاء قد تشوفوها بيزوفيليكسيال، أما الخلايا الجوينية طلاب فهي عبارة عن كروموفوب سيل طلاب. والحكي طلعته منه اشهر جميع تري جلاند، الانتيريال لوب، بوستيريال لوب، وانترميديات لوب. عندنا هوني الكروموفوب اللي جوا، والاسيدوفيل على اليسار، والبيزوفيل. عندنا بالنسبه للسلايد اللي بعده تشوفون البارس انترميديات مكتوب عليها، فاذا جبنا لكم الصوره على هذه الفوليكل فهذه عبارة عن البارس انترميديت. شوفوا طلاب هون هذا البوستيريال لوب، هذا البوستيريال لوب طلاب اللي هو بينه الواضح الهيرينج بوديز. عندنا الثايرويد جلاند، بها اهم شيء الثايرويد فوليكل، والثايرويد فوليكل هذه اللي قد تشعرها لايند وذ ذا فوليكولار سيل. وعندنا طلاب ما بين الفوليكولار سيل عندنا البارا فوليكولار سيل اللي تكون لنا لارجر ذان ذا فوليكولار سيل وتفرز لنا الكالسيتونين. عندنا بالنسبه للبارا ثايرويد جلاند بيها هذا الكبسول وبيها نوعين من الخلايا اللي هي تشيف سيل والاوبسيفيس سيل. التشيف سيل اما تكون لنا دارك ستينينج سيل او بيس سيل. وعندنا الاوبسيفيس سيل عباره عن اسيدوفيليك سيل، هذا السهم الازرق اللي قد تشوفونه. الباراثايرويد جلاند تتميز بوجود كثير من الادبوس تيشو. عندنا الادرينال جلاند اما بها كورتكس او عندنا بها ميدولا. الكورتكس ليارات هذا الكبسول وبينه زونا جلوميرولوزا، والزونا جلوميرولوزا هي عباره عن سيل تكون لنا كلاسترز وتكون موجوده جوات الكبسول مباشره. فاذا جبت لكم مؤشر على جوات الكبسول فهاي زونا جلوميرولوزا. اما بالنسبه للخلايا اللي تشوفوها كولوم وبالطبقه الثانيه اللي تيجي بعد الزونا جلوميرولوزا هي هوني مكتوب عليها زونا فاسيكولاتا. بالنسبه للزونا ريتيكولاريس هي قبل الميدولا. فالادرينال جلاند تقسم الى كورتكس والميدولا، والكورتكس يقسم الى ثلاث طبقات، زونا جلوميرولوزا تحت الكبسول، زونا فاسيكولاتا الطبقه الوسطى، وزونا ريتيكولاريس. عندنا بالنسبه للميدولا هوني الميدولا تشوفون بها التريبيوتري مال ميدولاري فين، بيها خلايا نسميها كروموفيسيل تفرز الادرينالين والنور ادرينالين، وعندنا الجانجليونيك سيل. ثانك يو طلاب، اتمنى تكونون استفدتم من الشرح مال العملي، اتمنى انه تفتحون ارقام السلايدات الظاهره قدامكم.